السورية. يا مدينة الرسان 29 رمضان 2011 جمعة الصبر والثبات. الكلمة الآن للضباط الأحرار. ولا باتجاه أي واحد من اللي واقفين تحت اللي تعرفون أنت أي رجال وحيد. هلا في نقيب عبد الله بطريق البيان الخاص بالضباط الأحرار. كلمة الرائد عبد الرحمن الشيخ علي والنقيب عبد الله بحبوح. حصلوا للغاية.